الأخوة المستمعون، لقد أعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن غدا سيكون هو أول أيام عيد الفطر السعيد. أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركة. مساءكم طيبين يا جماعة. أنت طيب. أنت طيب. طيبين. طيب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. وانت طيبة. وانت طيبة. عارف يا إبراهيم؟ أنا كان نفسي قوي أقضي أول يوم العيد ده مع ماما. معلش يا حبيبي. يا ابني مصر لسه صايمة، هتفطر بعد بكرة. إيه يا شيخ حسن؟ أنت مش فرحان إن العيد بكرة ولا إيه؟ أفرح كيف يا إبراهيم؟ ها؟ وأفرح بأنه عيد؟ إذا كانت ليبيا فطرة النهاردة، والسعودية ودول الخليج ولبنان يفطروا بكرة، ومصر تعيد وتفطر بعد بكرة، يبقى قول لي مين كل سنة وأنت طيب؟ بقول لك إيه يا شيخ حسن؟ إحنا فين يا عم الحاج؟ إحنا في لبنان، والعيد حل علينا في لبنان، هتصومنا في العيد كمان؟ وانت كنت صايم تمام ومية مية 30 يوم في الشهر. اقول لك يا شيخ حسن فكها بقى، ده العيد في سوريا هيبقى تحفة. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. سنة والطيبين. وانت طيب. طيب. مش بقول لك ابوك راجل مبروك هيعيد في احلى حتة. حضرتك الله يخلينا ياك يا عمي ناجي، علي الحلال انبسطنا فيه خيرات الله. من اول ما شفناك ونحن مبسوطين، هونت علينا الطريق. قلي لي اشوف قديش قاعد بالشام مشان دوك الاكلات الشامية. ده هي ليلة واحدة وحنرجع على مصر. والله ما بيصير. شو هالحكي ها؟ تجي على الشام وما نقوم بالواجب يا عيب الشوم. طول عمرك اهل كرم يا سبان. قسام يا اخي. ايوه. ما قلت لي وين نازلين بالشام؟ في اوتيل على الجبل، هي ليله واحده وراجعين على مصر على طول، ما تتعبش نفسك. لك شو تتعب نفسك ما تتعب نفسك، اعوذ بالله، ما بتطلع من الشام الا وبايدك علبه برازق ومعمول بعجوه، مشان تاكلهم هنيك وتتذكرني وتقول وينك يا بسام. ربنا يخليك. فاضل كتير على نقطة التفتيش؟ لا لا لا، شغلة 10 دقايق رح نوصل. شو بدي لك عمي ناجي؟ بدك ما تواخذني، صلي 29 يوم حارم نفسي، بتسمح لنا ناخذ قرفة؟ الله، تاخذ لك قرفة؟ لا لا ماليش فيه، اشرب انت وبس. شباب قولوا الله الله. يا شباب قلقتون عليكم. يا ابو عبد الله انت فين؟ العجل فرع مننا وناجي بيه راح عشان يغيره. راح لوين راح؟ عربيه يا ابو عبد الله، عربيه كانت معديه في الطريق شاورنا لهم ووقفونا. عربيه؟ شو شكل العربيه؟ عربيه تكريم انسان، كان فيها مرحوم ورايحين يدفنوه على الشام. ايوه الامور هذه بتحصل دائما عنا. على كل حال نحن رح نبقى معكم لحتى نطمن انكم وصلتوا بالسلامه. ربنا ما يحرمنا منك يا ابو عبد الله يا رب. شو بقول اخ زاهر؟ لا اصله كان حلم كده، ولما شافكم افتكر انه بيتحقق. ما تحملوا هم، انتوا هون بامان وبحمايتنا. الراجل ده كده رجوله على حق. قد ايه صار له نجي بيك ماشي؟ بقاله بتاع ساعة تقريبا. ما بقى الا يوصل. يا رب يا رب.
انا معايا واحده اهي، انت عايز تعميني ولا ايه؟ اشرب استاذ ناجي اشرب، مو مستاهلي. حشب سيجارتين. بزماناته في واحد محشش لقوه قاعد عم يشرب سيجارتين، واحده بليد واحده بني. لك قالوا له لك شو انت مجنون؟ حدا بيشرب سيجارتين؟ قال لهم والله هي وحده عني ووحده عن رفيقي اللي بالسجن. بعد مده لقوه قاعد عم يشرب من سيجاره وحده بس. قالوا له شو القصه؟ شو طلع رفيقك من السجن؟ قال لهم لا والله انا بطلت. يخرب بيتك ده انت مسخره. اي والله. اخ يا استاذ ناجي حلوه الدنيا، حلوه كثير، ما بيعكر صفوه الا النسوان. شكلك كده متعقد من النسوان، باين عليك واخد بومبا. استاذ ناجي تخيل الدنيا من غير نسوان، الشوارع فاضية، المحلات رايقة، تليفونات تقلق راسك ما في. أنا متأكد إنه شركات الاتصال كلها رح تسكر، رح حتى الصيدليات ببطلوا يبيعوا أدوية ضغط أو حبة هذا مشان السكر، والرجال كلهم بدخلوا على الجنة. اسمع هي اسمع، قال بزمانه واحد محشش راح يخطب وحدة، قام قال له أبوها بدي مهرة 500,000. ما قال له المحشي شو هالحكي؟ ليش قديش حسبت لي الليلة؟ انت مصيبة. هذا الضابط كثير غليظ، هلا رح يوقفنا شي ساعة. هوياتكم لو سمحتوا. هي على راسي. شرف ناجي راسي شرف. تفضل. من وين جايين؟ من الجنوب، تفضل. الأستاذ معكم؟ أنا معاهم. الله يخليك سيدنا، بدنا نوصل على الشام بسرعة، في معنا جثة ولازم نلحق إجراءات الدفن. وأنا راجع تاني على طول. ليه؟ عربيتي هبطت على الطريق وجاي أصلح الكاوتش بتاعها. وين تصريح الدفن؟ الباي بحياتكم. حياتك الباي سيدنا. عمال معروف افتح النعش، بدي اترحم على المرحوم. شو نفتح النعش يا سيدنا؟ الأموات اللي انحرمتهم ما بصير يا سيدي. اسمع الكلمة وما تجادل، هاي إجراءات أمنية. افتح يا ناصر، خلصونا في الليلة اللي مش عاجة تعدي دي. خليك محضر خير يا أستاذ ناجي، بوس إيدك يا سيادة الضابط، يعني هذا أبي ميت ورايحين ندفنه، شلون بدنا نفتح النعش حرمة ميت هي يا سيدي؟ الله يرحم أمواتك. قلت لك افتح النعش، أوام؟ خلاص إخواننا بقى ما تكبروش الموضوع. إي والله الحكي ما بصير. عسكر، افتح النعش. إيدك لفوق لفوق.